مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم اسما من الأسماء القليلة والنادرة الوجود، ومن الأهالي من يحبون تسمية أبنائهم بمثل هذه الأسماء التي تكون مميزة وفريدة وذات معنى قيم وراقي. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم معنى. معن اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو مصدر للفعل معنى أي سهل وسال. يقال معنى النهر أي سال ماؤه وسهل جريانه، والمعن هو كل ما ينتفع به أكان قليلا أو كثيرا. يقال رجل معني أي يستفاد بما عنده قليلا كان أو كثيرا. اليسير من الأمور، الماء السائل، العذب الساطع المنكشف، الإقرار بالحق، الجلد الأحمر. والمعنى في الجاهلية هو كل منفعة وعطية، وفي الإسلام فهي الزكاة والطاعة والإغاثة. وأشهر من تسمى به معنى ابن زائدة، وهو من أشهر أجواد العرب وأحد شجعانهم. صفات حامل هذا الاسم: إنسان رقيق الطباع، لين الجانب، عميق التفكير، متحدث لبق، يجيد التعبير عن نفسه ويصرح بآرائه ومقترحاته بكل ثقة، لديه أسرار واضح للوصول إلى هدفه، يتحمل المسؤولية منذ الصغر ويمكن الاعتماد عليه كثيرا، غيور جدا وواضح في مشاعره لمن حوله. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم معنى؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.